صفحة دايموند موجودة على الصفحات عشان تقدروا يعني توصلوا لي بسرعة ايه احتياجاتكم يا عائلتي الكريمة. يبقى كده اول حاجة الارقام اللي على الشاشة. تاني حاجة عشان تقدروا توصلوا للكورسات أو تكلموني وتتابعوا مع الفريق. واتساب نفس الأرقام، محدش يجي يقول لي أنهي رقم نبعت عليه واتساب، كل الأرقام اللي على الشاشة عليها خدمة الواتساب، مجرد ما هتبعتوا هتلاقوا على طول الفريق بيرد عليكم على طول. وادي صفحة دايموند، طبعا الصفحة مهمة جدا عشان خاطر ممكن تحجزوا من عليها كورس العظام وكورس التخسيس وكل الكورسات طبعا اللي اتكلمت عنها. طيب ادخلي في الموضوع بلاش راجل. حاضر حاضر، عندي الحته دي شاده كده. لا بس انا باخد كورس العظام والله. طيب دلوقتي في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا يعني باختصار عن عشبه الجينكا او الجينكو، يعني ليها مسميين يعني ما علينا. الجينكا بلوبا، العشبه دي اكتشفت في جبال الهيمالايا. حلو جدا جدا جدا. استغربوا من شكلها عشان لونها اخضر فازرق وليها ملمس غريب. اي حد لما يشوف هذه العشبه دي من الاف السنين في جبال الهيمالايا كان اي حد يحط ايده عليها، انا شايفه عشبه شكلها غريب فطبيعي اروح احط ايدي عليها. ايه اللي بيحصل؟ بيدخل منها شوك رفيع داخل الجلد. الشوك ده بيدخل الجلد وبيمتصه داخل الانسجه والخلايا وبيروح للدم. فالشوك ده بيعلي الشوك ده بقى معاه ايه بقى؟ ايه ضرره؟ بيعلي الهستامين في الجسم، الحساسية، يديكي حساسية من نوع الكبير قوي قوي، يخليكي جسمك في سخونة جدا. ده لاحظوا بعض العلماء الكبار ان لما حد مسك العشبة دي حصل لهم كده، عشان كده بدأوا يتعاملوا معاها بحذر. دي ابحاث ودراسات، بقول لكم ابحاث ودراسات. فبدأوا يلبسوا جلافز، جوانتيات كده خاصة طبية خاصة بالعشبة دي عشان يقدروا ياخدوها، عشان ما تمتصش الشوك اللي جواها. هي بتفرز شوك عشان ما حدش ياخدها، فبتفرز الشوك ده. فالشوك ده بيؤدي إلى شوية أمراض مناعية داخل الجسم وبيعلي الهستامين في الجسم. فبدأوا دي بقى اللي خلتهم يقول لك لا، العشبة دي فيها حاجة مهمة جدا. أدام بتفرز الشوك ده عشان الانسان البشري ما يخشش ياخدها. فبداوا يتعاملوا معاها بشكل طبي وخدوها برضو، وتم تحليلها بصوره كبيره جدا جدا. وبعد كده اطلقوا عليها الجينكو بلوبا، هذه العشبه اللي بتوصل الاكسجين بصوره كبيره جدا جدا للمخ. لما الاكسجين يا عيله يوصل للمخ ايه اللي يحصل؟ الله اكبر، الأوعية الدموية توسع. حلو جدا. الالتهابات نقضي عليها، الشوارد الحرة يعني التهابات في الجسم. التهابات في الجسم لو قلت ايه اللي يحصل؟ الضغط العالي يوطى، السكر بيتظبط في الدم. وايه تاني؟ في دراسات كتير وابحاث قالوا ان هذه العشبة الجينكو بلوبا بتساعد في علاج السكر ديابيتس تايب 2، السكر النوع التاني. دي ابحاث ودراسات، اقدروا حتى الابحاث والدراسات دي لو عملتوا سيرش كده على جوجل او كده هتلاقوا كل الكلام اللي انا بقوله ده. يا عيله بتساهم في علاج مرض السكري النوع الثاني تايب 2. بس لا، ده لقوا ان هي الكبير قوي في عمليه شفاء الغده الدرقيه، سواء كانت نشطه قوي او عندها خمول قوي، هي داخله بتعالج الغده الدرقيه. فيها أكثر من 160 مضادات أكسدة، بداخلها مادة البيورين اللي بتلقم المفاصل في بعض، المفاصل المتآكلة هي اللي بتدي ذوبة زقة للاستيوكلاست، والاستيوكلاست عشان يحصل هدم للعظام اللي ملهاش لازمة وبناء العظام اللي من جديد. بقى كل عظامنا ليها لازمة، مفاصلنا ليها لازمة. أي تآكل في أي مفصل بسبب الشوارد الحرة أو بسبب الالتهابات، الشوارد الحرة اللي هي إيه عيلة؟ ذرات اكسجين نشطه، عشان نراجع، بتسببها الاملاح، السكر، طبعا اول حاجه السكر، الاملاح الكتير، الاملاح المصنعه طبعا، الاكلات اللي بره، الفاست فود، الاكلات اللي بره،
اللحوم المصنعه، اللي مش عارفه ايه تاني، اي حاجه فيها جلوتين فيها لاكتنز دي بتسبب شوارد الحره، تخش تلزق في الاوعيه الدمويه فتعمل التهابات في الاوعيه الدمويه، تخش تلزق في القلب فتعمل ضعف في عضله القلب. الجينك بلوبا دي بتخلصنا من الشوارد الحره. يعني الشوارد الحره لو خلصنا منها ايه اللي هيحصل؟ الاوعيه الدمويه نطفت، مع الشوارد الحره دي عملت لنا التهابات في الاوعيه الدمويه، فاحنا نظفناها بالجينكو بلوبا، نظفنا الالتهابات كده اللي موجوده على القلب، فالقلب الحمد لله الرفرفه اللي كانت موجوده لا بقى القلب ما شاء الله ادى الى قوه او حمت القلب من ان هو يحصل له فلاير هارت، يحصل له ضعف في عضله القلب. سهله الجينكو بلوبا سهل. طيب تعالوا ناخد مين معانا يا شباب عشان ما نسيبوش كتير، حرام. انعام اسماعيليه صباح الفل. ايوه ازي حضرتك يا مدام انعام؟ ازيك يا دكتور الله يخليك. ايوه مدام ولا انسه؟ لا مدام. مدام ازيك؟ والنبي شكلك انسه، يلا زي بعض. لا والله مدام. عامله ايه حبيبه قلبي؟ الحمد لله والله بخير بقى. يا رب دايما. بس وطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس. ماشي روح حبيبتي مدام انعام اسمها جدا. ماشي حبيبتي. بص انا عايزه حاجه للتخسيس، انا تعبانه. حبيبه قلبي مالك؟ تعبانه، عندي السكر وعندي الضغط وعندي القلب. عندك السكر؟ عندي السكر وعندي الضغط والقلب، اتعملت تسليك مره وبس تعبانه خالص منه وعايزه اخس، عايزه اعمل تخسيس. طيب انت عندك القلب ايه في القلب؟ عندي الشريان التاجي تعبان، وعملت تسليك مره بس من سنه كده بس تعبانه بقالي يومين كده ما بنامش فعلا، يعني في حاجه في قلبي. بتحسي بايه يعني؟ رفرفه؟ بحس لا برفرفه وفي كتمه كده في قلبي زي ما يكون الشريان مكتوم او حاجه زي كده، ما بقدرش احط دماغي على المخده وانام طول الليل. طب ليه ما رجعتيش لدكتورك دكتور الجلد؟ رحت وصرفوا لي علاج. طب وخدتي العلاج رقتي عليه؟ وخدت العلاج بس تعبانه يا دكتور، مش عشان عايزه تخس، عايزه تخسيس. يمكن التخسيس ده يعني رجعني يروقني كده، والسكر والضغط وكده يعني. انت السكر ايه؟ نوع ايه؟ انسولين ولا برشام؟ لا برشام يا دكتور. حلو ده، سكر نوع تاني. باخد نوعين برشام. ده كده سكر نوع تاني. هو سكر الدكتور قال لي سكر ومشانا على برشام نوعين برشام. والضغط ايه؟ بتاخدي ادويه ضغط؟ باخد نوعين للضغط، الضغط بيعلى عندي جامد بعد ال 200 240. انت عندك كام سنه اصلا يا مدام انعام؟ عندي 58 سنه. مش باين على صوتك ما شاء الله، مش عايزين نحسدك بقى. ربنا يخليك والله نتعلم يا دكتور الله يفتح حالك يا حبيبتي سلامتك. بصي انا متابعه برنامج على فكره وبحب حضرتك جدا. من العيله انت؟ من العيله ان شاء الله. من العيله ان شاء الله. طبعا اوعي تكوني مش من العيله. انت مين؟ ما عرفتيش. لا من العيله يا دكتور، ربنا ما يحرمنا منك يا رب. الله يخليكي. طبعا ربنا يخليكي. الله يخليكي حبيبتي. في ناس كتير نفس المشكله عند حضرتك يعني، ما تقلقيش، وطلبوا الكورس ومشوا عليه. بس قبل الكورس كنت دايما اقول لهم روحوا للدكتور، الدكتور بتاعكم دكتور القلب او الجراح اللي عمل لك تسليك الشريان التاجي. والله رحت له يا دكتور كتير. لا 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 انا قصدي الكرسي معايا، قال له انا عايزه اخس. ما هو انت مش المشاكل اللي عندك دي كلها بسبب ان انت عايزه تنزلي في الوزن. تمام. بس الحرق بسيط جدا يا دكتور، ما عنديش حرق، عشان كده رحت لكذا دكتور تخسيس ومش بجيب العلاج وكده وماشي على علاجه، بس مش في حرق يا دكتور. يعني انت جبتي كورسات قبل كده تخسيس؟ جبت ابليكس يا دكتور من السوبر شامبو. ماشي بدون اسماء بس ما عملتش معايا حاجه. ماشي بدون اسماء يا لولو. ماشي يا دكتور. ماشي يا حبيبتي. طب خدي الكورس وهنمشي عليه الحمد لله بانتظام. بس برضو ماليش دعوه بقى بالناس اللي فاتت اللي ادوكي كده الكورس وقالوا لك ما تساليش دكتور القلب، لا برضو تساليه تقولي له الكورس ده انا هاخده. اخده ولا لا؟ ان شاء الله هيقول لك لان كل الحالات اللي عندك ماشيين عليه والحمد لله، بس برضو اعملي ده زياده تاكيد.
ماشي يا دكتور. تمام، زيادة تأكيد مش أكتر. هو هيلاقي فيها كلها أعشاب طبيعية ونبات طبيعي ما شاء الله من آلاف السنين، يعني الله أكبر اللهم بارك. بيشغل، هيشغل عندك الحرق لأنه بيدخل يعالج الغدة، مشاكل الغدة بيخش يعالجها، بينظف الدهون الثلاثية اللي موجودة على الكبد، فاهماني؟ ماشي. فتسألي مش هتخسري حاجة حبيبتي عشان سلامتك. وألف سلام عليكي، وإن شاء الله ننتظم على الكورس ونشوف صحة كويسة، والتعب اللي أنا سمعاه في صوتك ده إن شاء الله يروح بأمر الله. ماشي دكتور، ربنا يبارك فيكي وحضرتك يا رب، ويديك الصحة ويكفيكي شر المرض الوحش يا رب. أمين أمين يا رب. أمين يا رب. متشكرة جدا ليكي. أستاذ موسى. إزاي حضرتك يا أستاذ موسى؟ ويعني تحيه ليك كبيره جدا جدا، لان انا حاسه ان انت واقف جنب المدام، ودي حاجه مفروض طبيعيه ان كل الازواج يكونوا جنب زوجاتهم، بس انا فرحانه لان صوتك انا سامعاه وانت جنبها بتقول لها قولي كذا، انت بتاخدي كذا، عشان هي حبيبتي ناسيه تقريبا بتفكرها بالادويه اللي بتاخدها. فاستاذ موسى شكرا جدا ليك، وشكرا ان انتوا من عائله انا حوا او عائله بسابيسو، وده شرف ليا والله، وان شاء الله مع الكورس هتكون بصحه كويسه جدا جدا. وفرصه كمان لو في مشاكل في العظام، وخلي بالكم كورس العظام مش بيحل بس مشاكل العظام، لا، ما زي ما قلت لكم بيساعد في تدفق الاكسجين كويس جدا جدا في المخ عن طريق الجينك بلوبا، الجينكو بلوبا، العشبه اللي انا بتكلم عنها دي. العشبه دي خلي بالكم دخلت في دراسات ما بين مصر والسعودية، ما بين جامعة جازان وجامعة أسيوط، يعني في ناس كتير قوي كانوا من كتر ذهولهم في هذه العشبة فكانوا هيموتوا ويعرفوا العشبة دي بتعمل إيه. وجي بعدها بقى دكتور جونس ودكتور بيرج، لأن هم كانوا يتمنوا إن هم يكتشفوا هذه العشبة، فقلنا لهم خلاص بقى، ما أنتوا اكتشفتوا، ما أنتوا كشفتوا السيليوم هاسك اللي هو بتاع كورس التكسيس. فأنا أفضل دايماً إن إحنا عايزين تدفق كويس للدم والأكسجين في الجسم يبقى كورس العظام. ما هو كورس العظام لازم يتدفق الدم والأكسجين لكل أنحاء الجسم عشان تبدأ التئام المفاصل والمسلز العضلات ببعض، فمحتاجين أكسجين أكتر ودم أكتر عشان ينقل كل المينرالز اللي محتاجها المفاصل والعظام. طيب تعالوا نطلع فاصل سريعا يا عائلتي الكريمة، ما تنسوش، مستنية اتصالاتكم ورسائلكم من خلال الأرقام اللي على الشاشة. نطلع فاصل. أسئلة بتبعتوها لي على صفحة أنا حوا، مش عارفة أروح فين، أروح فين، أروح فين فيكوا يا عيلة. طيب نرجع نكمل حبايبي، مستنية طول الحلقة معاك، وبعد الحلقة على فكرة كمان بكون متواجدة مع الفريق، تقدروا برضو تكلموني على الأرقام اللي موجودة على الشاشة، أي سؤال أي استفسار. حجز كورس العظام وكشور السيليم موجود، العرض لسه زي ما هو من خلال الأرقام اللي على الشاشة، لو إن الأرقام مشغولة بنبعت على الواتساب نفس الأرقام عليها واتساب. طب تعالوا بسرعة سريعا نراجع العروض. عرض كورس التخسيس، كورس الشهر 35% خصم، وعلبتين كريم تفتيح الجسم وإزالة العلامات والبقع اللي موجودة على الجسم، والكريم الثاني نحت وشد الجلد، ده بناخده هدية على كورس الشهر، بناخد علبتين، أدي أول حاجة، وطبعا الشحن مجانا لكل محافظات مصر. كورس الشهرين، أنا كده بتكلم عن عرض كورس السيليوم، كورس التخسيس، كورس الشهرين عليه خصم 45%، وهدية 4 علب كريمات هدية. إن شاء الله أنا عندي ناس كتير في العيلة بياخدوا بالست شهور عشان ياخدوا الكريمات عجبتهم، أو ياخدوا 8 و6 علب يعني كريمات. يبقى كده كورس الشهرين عليه خصم 45%، 4 علب كريمات هدية، كريمات نحت وشد الجلد، وكريمات تفتيح كل مناطق الجسم وإزالة البقع الداكنة وعلامات التمدد، سواء تلف حمل، سواء بسبب مقاومه انسولين فطلعت لي مشاكل سواد كده ناحيه بالبلدي كده عند الرقبه، ادهني كويس جدا جدا وهتنبسطي بالنتيجه، او في اول 10 ايام هتبداي تشوفي النتيجه حلوه جدا. طبعا الكريم بتاع نحت وشد الجلد بيدهن بالليل.
اللي هو الكريم البرتقاني والكريم الازرق الصبح. طيب ده كده كورس السيم، كورس التكسيس. عرض كورس العظام كورس الشهر عليه برضو 35% خصم، وبناخد عليه مادة البيورين اللي هو الجل، الجل بخلاصة البيورين بندهنه كل يوم قبل ما ننام برضو، قبل ما ننام. في حد ممكن يقولي واخد ده واخد ده، طب انا هدهن كريم التخسيس ولا ادهن؟ مفيش، ما عنديش مشكلة، ممكن تدهني كريم التخسيس الاول وبعد قبل النوم كده بساعة، بعد ساعتين كده يمتص تقومي حاطة الجل بتاع التخسيس، عفوا بتاع العظم، قبل وانتي قبل ما تنامي، عشان ده بيعمل سخونة في المناطق بتاعت العظام، فبيعمل حماية. خلي بالكو ده مش بس بيبني العظم، لا ده بيعمل حماية. يعني الأطفال الصغيرة اللي بتلعب من أول 10 سنين، على فكرة الكورس ينفع من أول 10 سنين، ابني بيلعب كورة، ابني بنتي يا بسابيسو بتتشعلق على الحيطة بتلعب اسمها ايه الألعاب دي اختي الجريبة دي اللي بينطوا فيها، وبناتي بيلعبوا باليه، ابني مش عارفة بيلعب ألعاب قوة، وا وا. خلي بالك حافظي على عظمه، بس هو ما بيشتكيش من حاجة، كلنا ما بنشتكيش من حاجة، فجأة بتجيلنا المصايب والمشاكل من ألعاب القوة ومن شيء الحاجات التقيلة ومن الناس اللي قاعدة على طول. يعني لو جوزك سواق، لو جوزك بيشتغل مش عارفة في الشركات اللي على طول قاعد على الكرسي، ولادك بيعملوا حاجات عنيفة، ابنك ما بيلعبش ألعاب خالص ولا بيروح نادي، احنا لاقيين ناكل بس، عنده فرط حركة وبيتحرك كتير جدا، خلي بالك من عظمه. فميزه الكورس العظام انه بيحمي العظم. يعني انا يعني الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك ما عنديش مشاكل في المفصل ولا عندي مشاكل في العظم، بس باخده ليه؟ عشان انا عارفه ان انا بعمل مجهود في شغلي، فاحمي العظم بتاعي لانه بيعمل طبقه عازله على كل المفاصل والعضلات بتاعه جسمنا. فخلوا بالكم ان النقطه دي كويس جدا. الستات حبايبي اللي يعني بيساعدوا في البيوت لهم كل الاحترام والتقدير، هتحتاجي ان انت، لانك انت شغلانتك بصحتك، فهتحتاجي ان انت عظمك يبقى حديد، فلازم تحافظي وتعملي حمايه للعظام. ويا ريت والله العظيم نلحق قبل ما نقع في مشاكل العظام. خلاص وقعنا في مشاكل العظام، كده كده الكورس طبي معالج بيحمي العظام قبل حدوث اي كارثه في العظام. حصل، نبدا بقى بناء العظام وهدم كل المفاصل اللي اتاكلت او العظام او المشاكل اللي حصلت في الغضاريف في المفصل وكل هذه المشاكل. طيب يعني معنى كده ان انا اقدر احمي ولادي، خصوصا اللي بيلعبوا العاب قوه، يعني بيعملوا فرط حركه. المهم عندي ابني مش قاعد على حاله، بيعمل وبيجري بيجري، تديهوله اديله الفوار كده على نص كوبايه ميه ويشربه. طب انا ابني عنده خمول، اديله الفوار على نص كوبايه ميه ويشربه، الكبسولات ما فيش مشكله ياخدها بعد الاكل بساعتين عشان يديله نشاط زياده. كل ما المفصل الركبه عندي وكل ما انا محافظه على القطنيه والفقرات وعندي الغضاريف زي الفل، طول ما انا هتحرك كويس هقدر اشوف بيتي، هقدر اتابع شغلي كويس، خصوصا الناس اللي بتشتغل بتساعد الامهات في البيوت، وكمان بعد كده بتروح تعمل لبيتها واهلها ولحماتها كمان، او الناس اللي قاعده في بيت عيله فبتخدم ناس كتير جدا، بتخدم مامتها بتخدم حماتها والولاد، فبيبقى عليها ضغط جامد جدا، ده ياثر على طول على مفاصل جسمنا. لا نلحق ان احنا نحمي المفاصل بتاعتنا عشان اقدر اتحرك، محدش يقول لي انت نايمه انت كسلانه ده انت تعبانه، والنبي يا اختي لا اتجوز عليك، روحي يا اخويا اتجوز، انا هاخد الدواء بتاع المفصل وهبقى فله شمعه منوره زي بسابيسو. فدي اهم حاجه، أول حاجة بتأذي مفاصلنا السمنة. مفيش سمنة خلاص، يعني في سمنة يبقى ناخد كورس التخسيس مع كورس العظام، بنعالج العظم وبنخس. مفيش سمنة وأنا نحيفة يبقى في مشاكل في العظم، زي ما أنا قلت لكم بتشيلوا حاجة تقيلة، بتحركي حركة غلط، بتعملي مجهود كبير، يعني بتقعدي كتير ما بتتحركيش المفصل، لأن المفصل بيحتاج يتحرك وفي نفس الوقت بيحتاج يرتاح. قاعد على مكتب 24 ساعة، ده يسبب طبعا تخزين دهون وفي نفس الوقت المفصل يتعب. بعمل مشاكل
بعمل مشاكل. قال بتعملي مثلا على طول مشاكل، يعني معنى ايه على طول؟ في خناقات وفي مشاكل وعصبيه جدا جدا. على فكره ده بيبقى جاي يعني عرض من اعراض مشاكل العظام، العظم الوحيد او المفصل اللي يخليكوا ما تناموش، العظم ده ما يخليكوا ما تناموش، ألمه رهيب. عايزين نتجنب كل ده. يعني كرسي العظام اللي بتكلم عليه ده حمايه، وفي نفس الوقت بيحصل عمليه البناء من خلال الجينكو بلوب، عشبه الجينكو حكيت لكم عليها اهو، يعني بصوره كبيره عشبه الجينكو بلوب هي اللي بتامر الاستيوكلاست، والاستيوبلاست دول عمليه بناء وهدم العظام الفاسكونيا ونبني من جديد. سهله سهله. الجينكو بلوب موجود منها بنسبه كبيره جدا، حوالي 150 ملي جرام في كورس التخسيس. فضربنا عصفورين بحجر، معايا هنا ومعايا هنا، انا عظم حديد وركبي حديد، خلصت على كده. اهم حاجه الانتظام والاستمرار، ما تنتظميش، ما تجيبوش حاجه تدفع فلوس على الارض، سيبوا غير كل عايز يشتغل كويس ويدبر اموره كويس وعايز ولاده في صحه كويسه. يعني انا لو كانت بنتي عايشه الى هذا الوقت كنت هديها، لان كان نفسي قوي تلعب باليه، كان نفسي بنتي تلعب باليه، كنت هديها حاجات ومقويات عظام و كنت بديها زمان حقن للعظام و تمام، بس ما كانتش بتفيدها قوي يعني، كان لسه بقى الكورس ده ما اكتشفناهوش. انا احب جدا اي حاجه في التخسيس في العظام يكون فيها اعشاب طبيعيه بتاعت ربنا امشي فيها على طول. تعالوا طب ناخد مريم من مرسى مطروح. الو، السلام عليكم يا مريومه. وعليكم السلام، ازيك يا بسابيسو؟ عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي بسابيسو؟ والله مش مستاهله بس اكلمك. والله يا حبيبه قلبي والنبي بتوحشيني. انا كنت نفسي من زمان عايزه اكلمك بس والله ما عرفتش، اتواصلتي بيكي كم مره بس ما اتواصلتش يا حبيبتي، بس انا مش مصدقه نفسي اني بكلمك والله. يا اختي صدقي، ادينا اهو هنرجع مع بعضينا. وانت عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله، الف شكر، الحمد لله من عند ربنا. وماما عامله ايه؟ بتسلم عليكم والله كتير، اخليها تعمل لكم بسبوسه من غير سكر. سلمي لي عليا والله. حاضر، الله يسلمك يا روح قلبي. انت اخبارك ايه وازاي البلد عندكم مرسى مطروح؟ الجو حلو الحمد لله. بتسلم عليكي وكلها بتتفرج عليكي، جيراننا كلهم بيتفرجوا عليكي والله. يا روح قلبي ربنا يخليهم يا رب، يا رب دايما كده العيله تكبر. وانت عامله ايه؟ بخير. قولي لي يا مريومه. اول حاجه انا وزني 72. 72 ومعايا انيميا حاده، وانا عايزه حاجه تسمني مش تخسسني. انت هتضحكي عليا بصراحه والله. هضحك عليكي في ايه بقى؟ انت يعني بيكلموك عشان هم يخسوا، بس انا بكلمك عشان انا اسنان. يعني انا امنيه حياتي انا عايزه اسنان، يعني انا رقيقه لدرجه انت ما تتخيلش، انا رقيقه جدا جدا. فانا عايزه حاجه تسمني وتشيل مني الانيميا. وعندك انيميا؟ عملتي تحاليل او حاجه؟ في حاجه؟ لا ما عملتش تحاليل خالص. طيب احنا طبعا محتاجين كرسي نحافه. اي نعم. عندك في الرفع ده مشاكل في العظام؟ لا ما عنديش مشاكل خالص. طيب عايزاكي كل يوم تشربي، بصي اقول لك على حاجه بسرعه كده واحفظي معايا. كل يوم على الريق تجيبي حلبه، الناس الرفيعه اللي عايزه تتخن تجيبي حلبة حصى وشويه وتحطيها في كنكه، تمام، وتحطي الكوبايه اللي هتشربي فيها عايريها يعني معيار بتاعك الميه، وتحطيه في الكنكه وتحطيها على البوتاجاز وتوطي عليها لحد ايه الحلبه ايه ما 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 تتهري كده معاكي، يعني لحد ما تتهري خالص. مش خالص قوي يعني، اكنك بتعملي حلبه عادي. ايه؟ توطي عليها لحد ما تفور. سهله اهي. ماشي. اول لما تكون، بصي بقى، وانت حاطاها على البوتاجاز، الحلبه على البوتاجاز، تقومي جايبه الكوبايه بتاعتك حاطه فيها معلقه قرفه ممسوحه، قرفه باودر. قرفه باودر. اوكي، صوتك بقى هتكلم. معلقه قرفه باودر. وتحطي معلقه كبيره عسل اسود. ماشي. تمام؟ تمام. وتحطي كوبايه لبن، اي نوع لبن، او حتى ان شاء الله لبن باودر، لبن باودر معلقتين كبار، لو لبن باودر يعني معلقتين يعني حتى كبار. يعني لبن يعني حليب بخيره ده عادي؟ اي حليب. ماشي. او لبن باودر. ماشي. لو حطيتي لبن باودر يبقى معلقتين كبار، حطيتي لبن العادي
بتحطي نص الكوبايه. ماشي. او لما تلاقي الحلبه بتفور تقومي صباها بقى في الكوبايه اللي انت حاطه فيها المقادير دي، وتقلبي وتشربي. عايزاكي تعملي المشروب ده كل يوم يتشرب بالليل، كل يوم يتشرب مرتين، صبح وبالليل على الريق، وبالليل قبل ما تنامي على طول. يعني انت قلتي حلبه وعسل اسود وعسل اسود وقرفه بودر وحليب. ايوه. والحلبه بنكون بنجليها على النار. ايوه. وتصبيها بقى على بقيه المقادير بتاعتنا، القرفه واللبن والعسل الاسود، معلقه كبيره كده عسل اسود. ماشي. كل يوم صبح وليل، صبح وليل. يعني هتشيل مني الانيميا؟ ايه؟ طبعا هتشيل مني الانيميا؟ هتقضي على الانيميا. انا جربت وصفه كتير، يعني انا جربت. لا اعملي اللي بقول لك عليه دي بقى، اعملي اللي بقول لك عليه دي، دي تحفه. دي حلوه جدا للانيميا عشان العسل الاسود مليان حديد. فهماني؟ أيوة. وحلوه فهمت. جدا للنحافه. وانا انا كنت بعالج، انا كنت بعالج على الحبوب حب شباب في وشي. انا قلت له الدكتور، قلت له يعني انا فيا كده كده وانا عندي صوابع ايديا بتلفخ زي البالون بالظبط. دي عندك بتاكلي املاح كتير؟ يعني هم ما يوجعونيش خالص، بس انا وعمري 10 سنين وصوابعي زي البالون بالظبط. صوابعك زي مين؟ صوابعي سنان، يعني شكلهم غريب، كل اللي يشوفني يقول لي يا مريم ليه صوابعك كده؟ انت صوابعك عامله لي ريق، روحي عالجي عليهم. بس انا لما قلت للدكتور قال لي فيها الم؟ لا ما فيهاش الم خالص. خلاص ما لكيش دعوه بكلامين حد. انا مش هتعالج، مش هكمل دكتور، يعني كم دكتور عشان اعالج. هم قالوا لي انت عندك انيميا، لو هي تحيد منك الانيميا صوابعك هيخف. اديكي انا بديكي المشروب ده اهو، منها تتخني ومنها هنعالج موضوع الانيميا. جربتي كورس التخسيس؟ سمعت خدتيه لمين؟ جربته اختي، اختي كان وزنها 180 150 قصدي 150. 150 كيلو. دي عايزه لها كورس كبير. طولها كان 170 170. هي طلبت القرص، القرص الاكبر. في شهرين خسيت 20 كيلو. الله اكبر. فرحانه اختك؟ اكيد فرحانه، وهي عايزه تجيه، يعني هي لسه بتاخده عشان قالت انا عايزه اخس، انا عايزه يكون وزني قليل جدا. قالي ضحك، هي ضحكت عليا، هي قالت لي انت ازاي عايزه تسمعني وانا عايزه اخس؟ ما هو الاختين بقى مش زي بعض عادي. بس ايه يعني خست، هي فرحانه جدا انها خست، ولسه عايزه، انا قالت عايزه اخس لحد ما يكون وزني 70 كيلو او 80 كيلو لازم اخس. جدع جدع. وخست 20 كيلو في شهرين، ده رقم قياسي جدا. والصحه بقى؟ لا الصحه تمام، بس ايه هي عندها كان شعرها بينزل. شعرها بينزل. شعرها بينزل من امتى؟ بس لما هي خدت القرص سبحان الله، قلت لهم دكتور بسمه إيه، هي بتسحر بصراحه. شعرها ما عادش، من يوم ما خدت، من اول مره خدت القرص قلت لها سبحان الله ما نزلش خالص. الحمد لله. ليه مش انا كنت بقول لكم كده بالله عليكم؟ مش كنت بقول لكم ان قرص التخسيس انا دلوقتي لما تاخدوه هتخسوا واستحاله شعركم يقعد، بالعكس ده هيقوى اكتر، والشعر اللي فيه فراغات هينبت. انا دلوقتي على الهواء واقسم بالله العظيم انا مش كلام تلفزيون خالص حقيقه، اللي عايز يسمعني والله مش كلام تلفزيون ابدا حبيبتي. يعني مفيش اضرار، ما يعني ما مش هتمرضي، يعني شعرك ينزل مش هينزل، وانت فيك صح يعني فيك مرض او حاجه هيزيد. بصراحه مش كلام تلفزيون ابدا، يعني اختي فرحانه لدرجه يعني وصلت لك ازاي مش عارفه. الحمد لله، ومبسوطه ان شعرها بقى كويس. متشكره جدا جدا حبيبه قلبي مريم، مريم من مرسى مطروح. طبعا دي حاجه بتديني طاقه ايجابيه انا عن نفسي، يعني لو انا تعبت وشرحت ودورت على حاجات كتير جدا تكون كويسه عشان اقدر اتكلم عنها قدام حضراتكم. فانا اولا سلمي لي طبعا على اختك يا مريوم، ما شاء الله. وعندها بصوا ايه 20 كيلو، المفروض ممكن تكون وزنها بقى كويس كده، خست 20 كيلو في شهرين، شعرها كان بيقع. ها اديكوا سمعتوا، ماليش دعوه. تجاربكم معايا هي اللي بتديني قوة ان انا اكمل، اني اكمل. دي واحدة انتظمت ومشت الحاجة بحذافيرها، الله اكبر الله اكبر. ونسيت تسأل على كورس النحافة، انا دلوقتي بديكوا وصفة كده طياري عن النحافة لحد والله ما يتوافر معايا. انا من بكرة عندي 30 نوع كورس نحافة،
كلهم اكس بيلعبوا على المخ. الله اعلم بنوايا الناس، حد غيري ياخده يقول لك ده حلو بيتخن، هتتخني بس كله كورتيزون. ما اقدرش، ما اقدرش اعمل كده عشان انا ممكن يعني اموت في لحظتها يعني ساعتها. هنتلسع يوم الايام، انا ماليش دعوه. طيب تعالوا حبايب قلبي نطلع فاصل سريع، نرجع تاني مستنيه كل اتصالاتكم واستفساراتكم من خلال الارقام اللي على الشاشه او على الواتساب نفس الارقام. فاصل يا عيله، يلا بينا. حبايبي رجعت لكم من الفاصل. طيب يا عيله، ما تنسوش طاقه، لازم هقعد افكر افكر كل شويه عشان حبايبي لسه فاتحين تلفزيون دلوقتي. الارقام اللي على الشاشه طول ما انا موجوده معاكم في الحلقه تقدروا تكلموني، تقدروا تكلموا الفريق عشان تبقوا عارفين ان دي كورسات بسابيسو، تقدروا على طول وانا على الهوا تكلموا الفريق تحجزوا كورس قشور السليم. قشور السليم ده اسم النبته الفعاله اللي بنستخلص منها الكركمين، نبات الجرسينيا، اللهم صل على النبي، ماده الزيتين، الساتريك اسيد، كلوروجينيك اسيد، كل الحاجات اللي انا قبل كده والمواد الفعاله والتركيبات اللي انا شرحتها لكم، طبعا البروتينات والامينو اسيدز والفيتامينات والمعادن بتاعتنا زي الايودين، السيليوم، النحاس، الكبريت، لان ده علاج الغده الدرقيه. طبعا ده كل ده موجود في قشور السليم، يعني هنخس بصحه كويسه. الناس اللي شعرها بيقع وخدت الكورس وشعرها ما بقاش يقع ليه؟ عشان في مضادات اكسده. ليه تاني؟ عشان في كالسيوم وفي مغنيسيوم وفي ب 12 وايه تاني؟ وفي كل خلاصه يعني من يعني مثلا عندك ماده الزيتين دي اللي موجوده في كورس التخسيس دي بتلعب على بصيلات الشعر فبتنبت الشعر. عندك مثلا ماده الكلوروجينيك اسيد دي يعني مضادات اكسده من الطراز الرفيع قوي، دي بتلعب على بصيلات الشعر بتقوي فتله الشعر، الناس اللي شعرها خفيف او الطبقه رقيقه طبقته رقيقه الكلوروجينيك اسيد بيقويها. عشان كده لما بنيجي نستمر على كورس التخسيس نلاقي الشعر بقى كويس، البشره منوره مشرقه، هنجوزكم تاني يا بنات، بشركم بقت تحفه. فكل ده بسبب ان الكورس مليان فيتامينات ومعادن، وده اللي احنا بنحتاجه. بتلاقي ضوافرك طولت ما شاء الله، بقت فيها تقويه، بيعالج الجهاز الهضمي، مشاكل القولون، وده اهم حاجه. المعده كويسه، صحتي كويسه، بخس بصوره كويسه عشان المعده بيت الداء. كل ما الاقي نفسي عندي اكتئاب يبقى انا عندي مشكله في المعده، عشان هرمونات السعاده بتاعت ربنا بتطلع من المعده. لو عندي المعده فيها مشكله هتطلع هرمونات السعاده ازاي؟ فبيجي لك اكتئاب. حد بيقول لكم الكلام ده؟ لا، اهو معلومات ببلاش يا عيل. طيب السمنه اول حاجه تضرب فيها تجيلك روماتويد، تبدا بخشونه، تبدا بمشاكل في المفصل. في ناس ممكن فجاه يبقى عندها تقوس في الرجل، تقوس بسيط الى وسط الى كبير قوي. نعمل ايه؟ ممكن تكون سببها، ودي السبب الاول، السمنه، الوزن الزايد. هوريكوا برضو صورة تعرفوا ما بين الرجل بتكون متقوسة ازاي. بصوا الصورة مثلا اللي موجودة، طبعا الشورت اللي لابس او لابسة شورت ده، شايفين درجة التقوس فيها عالية جدا جدا، درجة التقوس عالية جدا جدا. اولا زي ما احنا ملاحظين ان جسمه تخين، او جسمها، انا مش شايفة ولا بنت دي، طيب جسمها تخين مليانه، فده مع الوقت يقعد ياثر على الحوض، فالحوض ياثر على المفصل. دي اول حاجه. تاني حاجه ايه اللي يحصل؟ كل الدهون اللي بتدخل الجسم بتمتص كل المعادن والفيتامينات الخاصه بالعظام، زي فيتامينات ب وزي الكالسيوم وزي المغنيسيوم، كل ده. فايه اللي بيحصل؟ يحصل هذا التقوس، يعني سمنه مع ان مفيش داخل الدم بتاعنا نقطه فيتامين واحده ومعدن من اللي عظمك محتاجه. ده من النوع الكبير قوي. لازم الرجل تكون بالشكل الطبيعي زي ما انتم شايفين على ايديكم اليمين، اللي هي البنوته اللي لابسه اسود دي الرجل الطبيعيه، ما فيهاش مشكله. طيب هل كورس العظام يا بسابيسو ممكن يعالج الحاله دي؟ ممكن نقعد في علاجه 6 شهور لسنة،
لو انتم مش عايزين تخشوا في جراحة من 6 شهور لسنة. في ناس بعد 6 شهور الحمد لله بقى عندي نسبة كبيرة جدا من التقوس ده اتعالج، وفي ناس تقعد لسنة مش اكتر من كده. ادي حاجة. طيب هوريكم برضو يعني احنا كده عرفنا ان السمنة شوفوا اساس كل حاجة، تأثر على كل حاجة. كل ما نفضل نسيبها بنخسر فيتامينات، كل ما نفضل نسيبها نخسر معادن. الفيتامينات والمعادن دي ليه ربنا عاملها؟ عشان اعضاء الجسم، اعضاء جسمك، مفاصلك، عظمك، عضلاتك عشان تشتغل. ليه موجود اكسجين؟ عشان المخ يشتغل. في اكسجين بكثافة في المخ، ايه اللي يحصل؟ الدم يبقى نقي ما فيهوش سموم، الاكسجين يوصل لكل اعضاء الجسم طول ما هو متشبع في المخ، في الجمجمة، الجهاز الليمفاوي اللي مسؤول عن نقل السموم اللي في جسمك. هيروح ازاي من غير اكسجين؟ وطبعا عايز معادن معينة، بس الاساس الاكسجين. جون بقى الدراسات قال لك ده الجينكو بلوبا، هذه العشبة بتوصل بنسبة 1000000% الاكسجين في المخ، فتعالج الزهايمر، تعالج الزغللة بتاعت العين، الناس اللي بتشتكي طنين الأذن بتعالجه، بتعالج مشاكل الجيوب الأنفية، الجيوب الأنفية. عشان كده راحت دخلت الدراسات دي مع بعض، قالت لك أوبا ده العشبة دي بتعمل معجزة، دي بتعالج كمان مشاكل السكر تايب 2. أنا اللي بقول لا، دي أبحاث ودراسات. كانت أول لما العشبة دي اكتشفوها بدخلوا في بقوا عايزين يعملوا بحث على هذه العشبة من قوتها، وكانت الأبحاث دي صادرة ما بين مصر الحبيبة والسعودية. كانت ساعتها اللي اشتركوا فيها شباب أطباء زي الفل من جامعة أسيوط، وشباب زي الفل أطباء في السعودية من جامعة جازان أو جازان، جامعة هناك في السعودية. عملوا أبحاث كبيرة جدا جدا على هذه العشبة، وبعد كده قالوا إن العشبة بتتشبع الخلايا والأنسجة بالأكسجين، يعني في حاجة نشطة، يعني النفس مرتاح، يعني القلب بومب، يعني الأوعية الدموية ما فيهاش أي التهابات عشان ما يحصلليش مشاكل فيها، الدم واصل كويس لكل أعضاء الجسم، فيتاميناتي والمعادن بتاعتي اللي موجودة في كرس العظام بتوصل بصورة كويسة، عشان كرس العظام من أقوى الكرسات اللي بداخلها الجينكو بلوبا. على فكره الجينكو بلوبا موجوده في كرسي التخسيس، بس موجوده بنسبه اقل عشان ليها حركه تانية، هي عايزه تعالج الغده، فعشان كده النسبه الصغيره اللي موجوده في كرسي التخسيس عشان بس تعالج الغده، انما موجوده في كرسي العظام لحد 250 و350 مللي جرام، عشان احنا بنبني العظم وبنوصل الاكسجين لكل انحاء الجسم. ليه؟ عشان الفيتامينات والمعادن زي معدن البرون ما يتحركش غير ده باشا، ده ما يتحركش غير في وجود اكسجين نقي. فوقدت الدراسات ان هذه العشبه الجينكو بلوبا بتوصل كل مضادات الالتهابات الربانيه ومضادات المضادات الحيويه الربانيه لاي اماكن فيها التهابات. عالجنا الالتهابات يا عيله، ايه اللي يحصل؟ ها هسيبكم، هسيبكم بعض، ايه اللي يحصل؟ ها مفيش ضغط، السكر النوع الثاني بيبدا يتعالج لحد ما نبطل. دي دراسات وابحاث اثبتت ده. لو دخلتوا على جوجل اكتبوا بس الجينكو بلوبا وشوفوا الدراسات والابحاث والمصادر، قال لك بيعالج السكر النوع الثاني، بيعالجه. ده مش كلامي، ده ابحاث اتعملت بين مصر والسعوديه من جامعه جازان وجامعه اسيوط في مصر. طيب من ضمن الحاجات اللي قالك بتنظف الجسم من السموم وبتساعد ان العظم يتجدد بصورة كويسة جدا، مش معنى ان ابطل كرسي العظام فعظمي يرجع فسكونيا، لها مفيش الكلام ده، ده احنا عندنا حاجة اسمها الجي ال اي، الجي ال اي جاما، ده مركب، مركب كيميائي اطلق عليه دكتور اسمه كوريلا، دكتور ده مش غوريلا، كوريلا أطلق عليه هذا الاسم لأنه مركب بيدخل في بناء العظام. الله أكبر، بيساعد الغدة الدرقية في التحويلة بتاعت تي 3 وتي 4. عشان كده دايما بقول لكم كرس التخسيس مرتبط قوي 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 بكرس العظام قوي. يعني دلوقتي مثلا ماما
ده مش مثلا، ده حقيقه والله العظيم، ماشيه على كرسي التخسيس تمام، وهتبقى سولفس وكده زي بنتها، ومشيت على كرسي العظام. قلت لها ماما طب توقفي حاجه؟ لا، قالت لي لا انا مبسوطه مع ده ومرتاحه مع ده، ليه؟ الاثنين واحد. يعني انا كان نفسي، اول لما جيت اتكلمت عن السيليم هاسك كرسي التخسيس، كان نفسي يكون في عظام في وقتها، بس في وقتها كانوا اللي موجودين فساكونيا مش عاجبني، فده لما جه وتوفر على طول خلاص، ده الكبير، الكبير قوي يعني، افضل حاجه. خساسان وحرقه من هنا للسما، الناس اللي عندها ثبات في الوزن وحرقها ضعيف، كشور السليم على طول، عظمي تعبني وعندي مشاكل في الغده، كشور السليم وكرسي العظام، اللي عندي ضيق تنفس يا بسابيسو، الجينكو بلوب اللي موجوده في كرسي العظام، لا كرسي العظام مش بس بيبني عظمك وبيخليه حديد ومش هتحتاج العمليات الجراحيه، لا لا، ده بيوصل الاكسجين لكل مناطق الجسم، بيوصل الاكسجين لكل اعضاء الجسم، يعني جسمك بيتنفس، انسجه وخلايا جسمك بتتنفس، رجاله وستات، اللي عنده مشاكل في البروستاتا بتعالج هذه المشاكل، بتعالج مشاكل القدره الجنسيه، هذه العشبه، دي ابحاث قالت الكلام ده، الجينكو بلوبا، يعني كرسي العظام بيعالج حاجات كتير جدا جدا، اللهم بلغت. تعالوا ناخد هبه. هبه منين يا شباب؟ من اسكندريه. يا هوبه صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا هوبه، عامله ايه؟ انا بخير يا روح قلبي. كل سنه وحضرتك طيبه، تكون سنه سعيده عليك. امين يا رب. امين. وانت كمان يا روح قلبي وعلى كل حبايبك يا رب، وحبك كمان. امين يا رب. قولي لي يا هوبه، انا بصراحه بدايلك كل يوم يعني على المنتجات اللي حضرتك بتقدميها، ربنا يبارك لك يا رب. حبيبتي الله يخليك يا رب. المهم الشرح. لا صراحة عمرنا ما شفنا دكتورة عندها مصداقية، وأول مرة حاجات نسمعوها من خلال حضرتك يا روح قلبي. ربنا يجازيكي كل خير يا رب، ويخليك والدتك يا رب. يا هوبة يا قمر انتي، يعوض صبرك خير يا رب على كل أي حاجة يعني. الحمد لله الحمد لله يا رب يا رب يا رب. أمين. قولي لي يا هوبة، كنت عايزة تسألني في حاجة؟ أنا خدت ترو لايت ما شاء الله، بقالي يومين بقى صراحة مالها داعي لي، انا حاسه بفرق جامد، يومين بس ما شاء الله. بتستخدميه كده بقالك قد ايه؟ في يومين. يومين. جالك امتى؟ جالي من 3 ايام. طب الحمد لله والشكر لله. البذور السوداء كلها راحت، وشي نور، بشرتي زي الازاز كده وناعم، كل اللي يشوفني يستغرب ما شاء الله على طول. خلي بالك الترولايت بقى دلوقتي بيعملوا منه شويه حاجات بيغشوها، فكويس ان انتي. لا، ما انا شفت حضرتك مركبين حضرتك على فيديوهات على منتجات تانية. مش عشان كده بقعد اقول لكم خلوا بالكم لما تلاقوني على الشاشه او تكلموا الفريق، تقولوا لهم احنا عايزين، احنا من عائله انا حواء او من عائله بسابيسو او من عائله بسمه، من فضلك انا عايزه الكرسي اللي بتتكلم عنه بسابيسو، الكرسي اللي بتتكلم عنه بسمه، لازم عشان في غش ياما. صح. كويس ان انتي شفتي ده. لا انا شفتها صراحه بقالي كام يوم كده، لما حضرتك مركبين صوت حضرتك على منتجات تانيه. بالظبط كده، عشان يا اختي بياخدوا تعبي وشرحي، معلش ربنا يخليك. والنبي ام ابتدي عليهم. ربنا يخليك يا رب. والله بقول لها شفتي يا ماما، قعدت تعبت وجالي دوالي في رجلي من الوقفه في الشرح، وهم ياخدوا كل ده على الجاهز، انا نجح وهم ياخدوا على الجاهز. بس مش هتبقى زي حضرتك المنتجات بتاعت حضرتك طبعا، هم يعني بيعملوا كده بيغشوها للاسف يعني، فخلوا بالكم جدا جدا، ما تطلبوهاش غير من خلال، لازم من خلال طول ما انتوا شايفيني كده، وتاكدوا على الفريق. ايوه لازم. صح طبعا، لكن اي منتج، لكن اي حاجه تانية لا، ولا على النت برضو الكلام ده. اي حاجه على النت ان شاء الله، حتى لو لقيتوا نفس الحاجات دي طالعه في التلفزيون ماليش دعوه، ما ممكن بعد كده يطلعوها في التلفزيون. لا صح، بيبقى شبيهه ليها. ايوه فخدوا بالكم والنبي، ربنا يستر. احسن تدعوا عليا، انا ماليش ذنب. الله بعد الشهر ربنا يكرمك يا رب ويخليكي لينا يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، انا يهمني انبساطك. الله يخليكي، ربنا يكرمك. انا والله والدتي كمان بتدعي لحضرتك كل يوم والله. يا روحي ربنا يخليها لك يا رب، ويديها الصحه. ربنا يخليكي. بصي حضرتك، انا خدت برضو كورس لوالدتي شهرين، وانا شهرين اللي هو التخسيس. حلو جدا ما شاء الله، خدنا شهرين لماما تخسيس وشهرين ليكي تخسيس. لسه النهارده اول يوم بدا البرشيمه واخداها. طيب حلو جدا. هل بقى الفوار، بصي حضرتك احنا ما بنتعشاش بالليل، ينفع ناخد الفوار عادي كده بدل العشاء؟ لا، تاخدي الكبسوله قبل ما تنامي. عارفه ليه؟ بتشغل حرقك طول ما انت نايمه، واحد، اتنين، بتنظف القولون.
طول ما القولون نظيف طول ما هنخس اسرع، يعني معدتي وامعائي نظيف. ماشي. يعني دلوقتي حضرتك انا اخدت الكبسوله دلوقتي على الريق الصبح جدع ربع ساعه نص ساعه ونفطر. ماشي. قبل الغدا الفوارة على نص كوبايه ميه ونقلب كويس ونسيبه دقيقتين ثلاثه ونشربه، وبعديها على طول كوبايتين ميه كبار. ماشي. وعادي والاكل بقى عادي من البيت حضرتك ولا من البيت؟ الاكل البيتي عادي، اهم حاجه والنبي ما تاكلولي من بره. لا 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 لا. اه وحضرتك انا منعت السكريات اصلا. جدع. اه يعني جدع. انا فتره منعت السكريات والشاي حتى كنت بحبه، بطلت دلوقتي ان انا اشربه خالص. هو اصلا هيكرك كمان بعد مع الوقت هيكرك في طعم السكر. اه بس حضرتك هي مشكله بس اللي عندنا انا ووالدتي الامساك. ما لسه واخدينه يوم، اصبري بقى. لا انا خدت، لا كنت باخد منتجات تانية قبل كده بس هي مشكلتها الامساك معانا يعني. لا لا لا، اهم حاجه تنتظم على، استني بس اول اسبوع، انت لسه بتقولي يوم صح؟ اه يوم على كرسي التخسيس. لا بعد اسبوع انسي الامساك ده تماما يعني كده بقى. اه عشان كده بقول لك خدي الكبسوله بالليل اخر حاجه ان شاء الله على الريق. مش مشكله. طب يعني هو لازم، بس حضرتك احنا ما بنتعشاش يعني، عادي ممكن اخدها وما اكلش اي حاجه؟ لا عادي ما مش مشكله، ده انت لو كلتي لقمه كلتي زبديه ما كلتيش مش فارق معايا برضه يعني، عادي ما فيش مشاكل. لا عادي ما تقلقيش. طيب بالنسبه بقى لكورس الشعر، انا جبته برضه بس لسه ما استخدمتهوش، انا كله جالي اول يعني ثلاث ايام ما شاء الله. اه عايزه الطريقه؟ اه معلش الله يبارك. عايزه الطريقه؟ طيب فصلت. طب يا هوبه، هوبه من اسكندريه، بيكلميني تاني او انا هقول لك؟ لو انت عشان مجموعه الشعر خدتيه عايزه طريقه الاستخدام تقدري تكلمي الفريق من خلال الارقام. انا عشان وقت حلقتي بس قرب يخلص يا هبه، فانت وماما فوق راسي عشان بس ايه وقت الحلقه. طريقه استخدام منتج الشعر بلندوره، وخلي بالكم بلندوره، كورس التخسيس، كورس العظام، ترو لايت، من سنتين او من سنة ونص طلعت بيهم، الاساسي الاصلي موجود بس هنا، لا تنساقوا ورا اي اشياء تانية حتى لو لقيتوا شبههم. اديكوا شفتوا هبة نفسها قالت انا فعلا شفت ناس بتغش في المنتجات على النت، فخدوا بالكوا والنبي عشان ما تاخدوش اي حاجة بيجيبوا لكم نفس شبه المنتجات وبس فيها، انما بقى المواد الفعالة مش موجودة فيها، فخدوا بالكوا لازم تطلبوها من خلال تقولوا عائلة أنا حوا، عائلة بسابيسو، وتتأكدوا جدا 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 من المصدر حتى لو شفتوه في أي تلفزيون أو شفتوه في أي تلفزيون، فخدوا بالكوا يا عيال من النقطة دي. طيب أنت ممكن يا هبة هبقول لك برضو بتستخدم إزاي، استخدامه سهل جدا وهتلاقيه موجود على العلب، بصي وشوفي على العلب بالظبط، وعشان أنا حلقتي خلصت تقدري برضو تكلمي الفريق هيقولوا لك الطريقة بحذافيرها، أنا كاتباها لهم أصلا في جدول كبير. طيب هستنى اتصالاتكم ورسائلكم كمان بعد الحلقه، لو في اي حاجه حبايب قلبي العروض لسه موجوده على التخسيس وعلى العظام وعلى ترولايت وعلى بلندورا، اهم حاجه يا عيله بسابيسو عائله انا حوا عشان الحاجات اللي بتتغش. اشوفكم بكره بامر الله اذا احياني ربنا الساعه 10 صباحا على الهواء مباشره، والاعاده 6 صباحا او 7 صباحا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، السلام عليكم.